خلينا نروح لمحافظة الشرقية اللي بدأت فيها أعمال حصاد محصول السمسم في حقول هذه المحافظة. وصلت المساحة المنزرعة لأكثر من 13,000 فدان سمسم. طبعا السمسم ده من المحاصيل الزيتية الهامة جدا اللي بيطلع منها عدد كبير جدا من المنتجات، عارفين ان بيطلع منها الطحينة، زيت السمسم، أشياء كتير جدا ربما بيتميز بيها محصول السمسم اللي بيطلق عليه المحصول الذهبي، وبيعد من أبرز وأهم الحاجات اللي بتطلع من محافظة الشرقية. حقيقي خلونا نعرف تفاصيل أكتر من المهندس أشرف نصير مدير عام الزراعة بالشرقية واللي معانا دلوقتي عبر الهاتف. صباح الخير على حضرتك وأهلا بيك. صباح الخير أستاذ فرانك، وصباح الخير يا أستاذ مصطفى. أهلا بيك يا فندم. يعني زرعنا قد إيه الموسم ده يا فندم؟ كم فدان تقريبا؟ هو طبعا محافظة الشرقية تعتبر من أكبر المحافظات على مستوى الجمهورية في مجال الزراعة. زرعنا السنة دي إن شاء الله 13,300 فدان. كان المستهدف عندنا حوالي 5,000 فدان. طبعا السمسم بيعتبر من المحاصيل الزيتيه الهامه لانه بيتميز ببذور بارتفاع نسبه الزيت بيها، بتتراوح نسبه الزيت في البذور من 50 ل 60%. بيتميز برضه بالبذره بتاعت الزيت بارتفاع نسبه البروتين فيها، بتتراوح من 25 ل 30%. المحصول من المحاصيل المربحه بالنسبه للفلاح المصري. هل في اماكن معينه يعني في نطاق محافظه الشرقيه حضراتكم بتحددوها للمزارعين وبتقول ان دي الحتة الافضل لانتاج السمسم؟ طبعا، لان المحافظه الشرقيه محافظه مساحتها كبيره جدا، هتبلغ مساحتها حوالي 1,160,000 فدان. بيوجد فيها ثلاث مناطق، فيها المناطق الصحراويه، المناطق الاراضي الخفيفه، المناطق الاراضي الثقيله. طبعا المحافظه الشرقيه متعدده الاطراف، مساحتها كبيره زي ما انا قلت لحضرتك. طبعا بنحدد الاماكن، بنعمل مستهدف للاماكن اللي بتزرع فيها، ان بتزرع في الاراضي الخفيفه والاراضي الرمليه، اما الاراضي الثقيله والاراضي الغاطقه ما بتزرعش فيها السمسم. فطبعا في اماكن كثيره بتبقى زي فاقوس وابو كبير وكفر صقر، المناطق دي الاراضي خفيف فيها بنزرع فيها كميات سمسم كتير. حلو. طيب المزارعين ازاي بنشجعهم ان هم ينتجوا محاصيل زيتيه يا فندم؟ يعني اول حاجه اهميه المحاصيل الزيتيه ايه؟ يعني استهلاكنا ليها كمصريين عامل ازاي؟ وازاي بيتم تشجيع المزارعين ان هم ينتجوا هذه المحاصيل؟ وبالذات ان هي ساعات كتيره بتبقى يعني محاصيل هامه لكن غير موسميه بشكل عام. طبعا القياده السياسيه اولت للمحاصيل الزيتيه عموما في الزراعه. المحاصيل الزيتية بالنسبة للزيوت، فنسبة مصر بتستورد حوالي 97%، طبعا نسبة عالية من الزيوت من الدول الخارجية. فالقيادة السياسية أولت الاهتمام بزراعة المحاصيل الزيتية مثل السمسم، الفول، الصويا، عباد الشمس. طبعا احنا بنزرع من السمسم كميات كبيرة. المحافظة الشرقية كنا احنا مستهدفين حوالي 5,000، من 5,500 ل 6,000 فدان. زرعنا الحمد لله السنة اللي فاتت حوالي 6,000 فدان. بعد قسم الارشاد وقسم المكافحه ونزولهم للفلاحين وعرفوا اهتمامهم وان السمسم ده محصول مربح، زودنا المساحه حوالي 13,300، والسنه الجايه ان شاء الله هنوصل لحوالي 17,000 او 18,000 فدان، لان محصول السمسم محصول مربح، لان بيجيب حوالي من 600 ل 800 كيلو. الكيلو بيتباع في حدود من 800 ل من 80 ل 100 جنيه. يعني احنا بنستهدف ان السنه الجايه ان شاء الله نزرع من 17 ل 18,000 فدان. ان شاء الله ونقدر نوصل ل 20,000 فدان، لانه مربح، لان محصول مربح بالنسبه للفلاح، لان تكلفته ما بتتعداش 15,000 جنيه، وساعات بيربح فيه 80,000 جنيه، بيوصل في اقبال من المزارعين عليه. في اقبال المزارعين عليه بالذات في الاراضي الخفيفه، لان احنا عندنا زي ما قلت لك حضرتك ثلاث مستويات من الاراضي: اراضي صحراويه، اراضي خفيفه، اراضي تقيله. تمام. طب قول لي يا باشمهندس، ناس ممكن حد يقول لك يعني هو السمسم ده بيعمل ايه او بينتج ايه او بنستخلص منه ايه، وحد تاني يقول لك المحاصيل الزيتيه دي بنطلع منها، يا ريت توضح لنا وتوضح للساده المشاهدين. طبعا محصول السمسم غني جدا بالاملاح المعدنيه والفيتامينات. محصول السمسم بيدخل في انواع الزيوت بارتفاع نسبه الاحماض الدهنيه الغير مشبعه، وهي دي بتفيد الانسان. طبعا فيها حمض اليونيك وحمض اللايونيك، والتي لا ما بتستطعش ان يكونها جسم الانسان. طبعا محصول السمسم بيدخل اوراقه في صناعه المخبوزات، لما بنطحن محصول السمسم بيطلع منه الزيت، البواقي بتاعته بتدخل في صناعه المخبوزات. محصول السمسم بيتم دخول صناعه الحلاوه الطحنيه والطحينه، صناعات كتيره طبعا. جدا طبعا. طب يا فندم، عايز اسالك سؤال، تكلفه بقى المبيدات والاسمده الخاصه بتلك النوعيه من الزراعات بتوفروها للمزارعين؟ حضرتك محصول السمسم بيدخل في صناعه بعض المبيدات الحشريه، بيدخل في بعض علاج التهابات القولون وعلاج الجروح،
يعني ليه فايده كبيره. محصول السمسم كل النبات بالنسبه للقرون، بالنسبه للبذور ذات نفسها والاوراق بتدخل حتى بعد طحنها بتدخل البواقي منها بتدخل في علف الحيوانات. فدي فوائد كثيره جدا، فالفوائد بتاعته كبيره، بتدخل كذا شركات بتتعاقد عليه، بنوفر التقاوي بتاعته للفلاح، بياخد من 3 ل 4 كيلو تقاوي للفدان الواحد. هايل. بشكرك باشمهندس اشرف نصير مدير عام الزراعه بمحافظه الشرقيه، كل الشكر ليك يا فندم.